خلنا نروح لجماعتك. تفضل. جدول الشفتات مزعل الموظفين الورديات عندك بشكل، هم يطالبون يرجعون نظام او يطالبون بنظام 4x4 عشان تكون حياتهم الاجتماعيه افضل. نسبه الناس اللي تواصلوا معي على هذا الموضوع كبيره، وزعلانين الناس من هذا الموضوع. وسامي السنعوسي يقول 95% من موظفي الشفتات يرغبون في نظام 4x4. شوف يا طول العمر، انا على علم بالموضوع هذا، وانا حريص جدا على زملائي في شركه سابق. هناك طول عمر استبيان فيه أربعة خيارات لموظفينا في الورديات في جميع مصانع سابق في المملكة، سواء كانت في الجبيل وينبع. والاستبيان هذا بيحدد بناء على الموظفين واحتياجاتهم وطلبهم تصويت بالنسبة لهم. كذلك هذا الاستبيان هدفه هو فعلا سلامة وراحة الموظف، ليس فقط داخل الشركة وكذلك مع أسرته ومع محيطه. اللجنة العمالية هي جزء لا يتجزأ، وشركة سابق لديها لجنة عمالية قوية جدا، وهي من جزء من هذا العمل. وإذا صار تصويت على أي من الأربعة هذولي، الله بالعكس هو اللي طبعا. يعني أنت توعد الموظفين أنه بيصير في استبيان؟ طبعا. وإذا صارت نسبة الاستبيان تكتبي وأعلى أربعة، هي اللي بتحدد. هي اللي بتحدد. وفي الاستبيان الخيار هذا 4x4. الاستبيان اللي موجود يا طويل العمر هو مبني على أولا طبعا نظام العمل، على الأمن والسلامة، على أن يكون الموظف عنده الوقت أنه يرتاح. طيب تعرف المفروض أنه ما يعمل أكثر من أبو عبد الله. النظام يستبعد خيارهم؟ لا لا، لأن هذا النظام يا طول العمر يعمل أربع أيام ويأخذ إجازة أربع أيام ويعمل 12 ساعة. كم؟ 12 ساعة. هذه ما أحد يقبلها. فحنا نوحد النظام، فعطينا أربع خيارات والموظفين يحددون الأربع خيارات هذه، وبمشيئة الله اللجنة العمالية جزء لا يتجزأ. متى بتكون الاستبيان ده؟ الاستبيان بدأ وإن شاء الله خلال يمكن أسبوعين ثلاثة أسابيع حيطلع فيها بمشيئة الله. أنا ودي تستعجل في هذا القرار. أبشر ولا يهمك، لأنه هذا يعني أبداً واضح أنه أبداً ما يحتاج، وحياة الناس الاجتماعية تبي تأثر أكيد على إن شاء الله. أبشر.